على استاد أهل دبي التقى عدد من نجوم كرة القدم في مباراة خيرية لصالح أطفال ليبيا بحضور رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل. مرتضى العلوي تابع اللقاء. من أجل من قتل ومن هجر ويتم باسم أطفال ليبيا، التقى كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة على استاد أهل دبي في لقاء خيري وبحضور رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الذي تواجد في ختام اللقاء والتقى أصدقاء ليبيا كنافارو ومترازي وماجر وضيوف وكريسبو ونيدفيد وزانيتي وليبي ولاعبون إماراتيون وليبيون دوليون التقوا بالحب متضامنين، الابتسامة على محياهم وقلوبهم تدعو أملا بنهاية كل آلام الليبيين بعد ثورة طالت وجراحها زادت أنهت حكم القذافي ذي العقود الأربعة. الجمهور من المدرجات يتابع وعلم الثورة الليبية بين الحضور وبكثافة، ملامح نجوم سابقين تظهر على المستطير الأخضر رغم تقادم العمر وكل ما يأتي به على الرجال، لمسة هنا وإبداع هناك، متعة وإثارة، وكأن النجوم تقول ألا ليت الشباب يعود يوما. مهارات فنية فردية وجماعية ظهرت وذكرت الحضور بماض زاه وجميل. النجم رابح ماجر يسجل هدفين بكل ثقة ويصنع آخرين، كان نجما ساطعا بين النجوم على ذكريات ملاحم الملاعب الأوروبية. الجميع ترك بصمة وبحث عن بسمة تصل إلى أطفال بنغازي وطرابلس وبقية المدن الليبية لتكون كرة القدم رسالة محبة وسلام. مرتضى العلوي، العربية.